برسمي على الاخر خاطر اول مره بريس كتير في نسينا حاجه كيف ما هكا. عنا طاقات في النساء، عنا مواهب كبيرة ما قينش كوني أطرهم لها. يثمر جد تعاوننا باش نتقدموا في المواهب هذه باش نواصلوا، خاطر كنا قبل نقولوا شكون باش يوصلنا بعديك نكتبوا ولا نغنيه ولا نعزفوا، شكون بعديك باش يطلعنا. يا أخي لقينا يثمر هي تبدل لنا الجو، تعطينا طاقات إيجابية، مبادرة ياسر باهية على بيتنا. فرحانة على الآخر، لي كادو اللي جاو لامان ام كومبيتيسيون تحيي فينا روح المبادرة، روح المنافسة. يثمر تشوف المواهب معناها ترى اللي ما عندهاش باش تنجم تطلع ويعاونوهم ويكونوهم باش يوليو في الآخر حاجة باهية.